مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. هبدا معاكم طبعا انقل عزاء اسره قناه نادي الاهلي للزملاء الافاضل كابتن سيف زاهر الاعلامي القدير في وفاه الراحل الكبير كابتن سيف الكابتن سمير زاهر، ايضا الاعلامي القدير والزميل ابراهيم فايق في وفاه والدته، ان شاء الله كل المغفره ان شاء الله في الجنه ان شاء الله ابراهيم، ايضا النجم هيثم فاروق في وفاه والدته ايضا ان شاء الله الرحمه والمغفره ان شاء الله في الجنه باذن الله، وكل التعازي باسم قناه النادي الاهلي لهؤلاء النجوم. قدام حضراتكم صور من عزاء الكابتن الكبير سمير زاهر، يعني كان لازم طبعا ننقل تعازي القناه لهؤلاء النجوم اللي افتقدوا اعز ما يملكوا، يعني والده ابراهيم فايق، والده هيثم فاروق، وايضا الراحل سمير زاهر. قبل ما ندخل في جو اللقاء النهارده، الحلقه ان شاء الله بتدور او ليله المباراه حول لقاء الاهلي ومنانا غدا ان شاء الله، اللقاء المرتقب لقاء العوده لا يوصلنا ان شاء الله لدوري المجموعات. الاهلي كسب 4 أهداف مقابل لا شيء، هنعرف مع ضيوف الكرام 4 أهداف كافيه ولا لا، كابتن حسام البدري هنعرف برضو رايه ايه في ال4 أهداف، هنعرف راي نجوم الاستوديو التحليلي النهارده ان شاء الله او ما قبل المباراه في ليله المباراه، هل المباراه سهله، هل المباراه صعبه، الملعب له تاثير، درجات الحراره، الرطوبه، الجماهير، الضغط النفسي الشديد على فرقه مونانا في ظل الهزيمه الكبيره اللي تلقاها هنا في استاد القاهره 4 أهداف مقابل لا شيء، هنعرف الكلام ده بعد قليل. قبل ما نروح للكلام ده عايز اقول لكم ان الناس بتلومنا احنا كمحب نادي الاهلي، في قلب قناه نادي الاهلي، كعشاق نادي الاهلي، كناس انتموا لنادي الاهلي لو حتى يوم مش فتره، يعني بيلومونا ان احنا بندافع عن النادي، احنا بندافع، يعني حضراتكم تخيلوا معايا احنا بندافع مش بنهاجم حد، احنا بس بندافع على الهجوم اللي بيحصل علينا، بندافع عن لاعبتنا، بندافع عن نادينا، بندافع عن رموزنا، بندافع عن جماهيرنا، ده طبيعي جدا طبيعي جدا. لكن الناس دايما يقولوا لي اصل انت بتتكلم بلغه حاده شويه على الاهلي، طب انا ما بتكلمش ما بهاجمش، يعني فرقوا عشان انا اسف يعني عشان تفهموا كلامي كويس، انا ما بهاجمش انا بدافع، احنا بنشوف الهجوم علينا فبندافع، افتكروا معايا كده ونقعد نعصر في دماغنا على مدار تاريخ النادي الاهلي، عمركم شفتوا رئيس نادي الاهلي ايا كان الرمز اللي تولى مسؤوليه وشرف رئيس نادي الاهلي، عمركم شفتوا ان هو طلع هاجم حد، قال كلمه على حد، طلع انتقد حد؟ كل الاحترام بصراحه، كل الاحترام والتقدير، حتى لما بتهاجموا او حد بيتكلم عليهم هما ما بيردوش، فاحنا لازم احنا بنرد بمنتهى الادب، بنرد من الاحترام، بنرد بنعرف الناس هو ايه النادي الاهلي، النادي الاهلي ككيان، النادي الاهلي كنادي، ما بنقولش اي حاجه، مش متعاليين في اي حاجه خالص، احنا بنقول حقائق وارقام حصلت فعلا. فانا مش فاهم الناس مستغربه ليه لما حد يجي ياخد من عندك حد وانت تحافظ على اولادك فيها حاجه دي، تخيل انت عملت كده بقى، انت بقى عملت كده او انت فكرت في كده، طبعا السكاكين ما بتقفش، ازاي النادي الاهلي يعمل وازاي 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 والنادي مش عارف ايه، واحد او ايا كان الناس بتحب النادي الاهلي، الناس بتتمنى ان هي تطلع كل حاجه النادي الاهلي، هو ده عيب يا جماعه؟ هو دي حاجه وحشه؟ ما احنا قلنا قبل كده وانا قلت قبل كده اللي يحبنا على دماغنا من فوق، ايه المشكله يعني لما حد يجي يقول لي والله ده انا بحب الكيان ده ونفسي اعمله ونفسي اعمله ونفسي اعمله، زي ما الاهلي ليه محبين، زي ما الزمالك ليه محبين، زي ما الاسماعيلي ليه محبين، زي، لكن بتتفاوت، الموضوع بيتفاوت نادي الاهلي كاسمه كرمزه كتاريخه كبطولاته كلاعبته كتاريخ، تاريخ متسطر فعلا، واحنا ما بنقولش او انا دايما ما بقولش غير الحقائق اللي حصلت فعلا، ما بقولش ايه اللي ممكن بعد كده، يعني انا ما بقولش النادي الاهلي هياخد بعد كده بطولات، انا بقول اللي حصل لغايه اللحظه اللي انا فيها دي، فانا بتكلم بالمنطقيه بالموضوعيه بالارقام بالتواريخ بالتاريخ، ودايما لما تيجي تفتحوا كده صفحات التاريخ هتلاقي التاريخ مسطر اسم النادي الاهلي دايما بحروف من ذهب، ودي حقيقه. وقلت قبل كده النادي الاهلي ببطولاته ما شاء الله فارق عن اقرب المنافسين 60 بطوله، فطبيعي جدا الناس تحبه، طبيعي جدا الناس تتباهى ان هي بتخدم النادي الاهلي، طبيعي جدا. ليه بقى احنا عندنا وحش وعند الناس التانيه حلو؟ ليه بقى؟ فده اللي مش منطقي، اللي مش منطقي ان الناس بتنتقدني انا شخصيا او بتنتقد الناس اللي بيطلعوا يدافعوا عن النادي الاهلي في اي مكان هم فيه،
مش فاهم ازاي يعني، مش فاهم ازاي يعني. عندنا رمز كبير جدا بيتولى شرف رئاسة النادي الاهلي، ما بيتكلمش، بيتكلم في حقوق اللعيبه، بيتكلم في حقوق النادي، بيتكلم، لكن ما بيردش زي ما احنا متعودين يعني، زي ما احنا متعودين. النادي الاهلي عمره ما بيرد، لكن احنا نرد، احنا نرد بالادب كمان وبالاحترام، بنأدب بالادب جدا جدا، ونفهم الناس يعني ايه ما تلمسوش الاهلي، يعني ايه ما تقربوش ناحيه الاهلي. وخلاص مش عايزين نتكلم بقى في موضوع عبد الله وفتحي، خلاص الناس هم اللي اختاروا النادي الاهلي. قلت قبل كده قبل ما فتحي وعبد الله يجددوا، ما حدش بيضرب ايد حد عشان يجدد. اللعيبه في فرق كبير جدا يا جماعه، كبير جدا. اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي بيجي عشان اسم النادي الاهلي، ما بيجيش عشان فلوس النادي الاهلي. وشفنا لعيبه كتيره جدا على مر التاريخ كان بيتعرض عليها عروض فلوس كتير قوي في انديه تانية، والنادي الاهلي يقول له احنا عايزينك بكذا، يقول يا سلام ده شرف ليا، انا طول. لكن حصلت يعني وقعه خفيفه جدا لما لعيب برضه يشوف فلوس كتير جدا. اكيد الشيطان بيلعب في دماغ اللعيب لما يشوف مبلغ كبير جدا. تخيلوا بقى الاهلي لو كان عمل كده ما كناش خلصنا. احنا كل اللي عملناه ان احنا خدنا لاعبنا، خدناه، وبعد كده زي ما انا قلت قبل كده النادي الاهلي، وبكرر وبعيد لان كلمه بصراحه انا يعني اقتنعت بيها جدا، النادي الاهلي علم الجميع ازاي يحافظ على اولاده، وعلم ولاده ان الاهلي فوق الجميع، وده اللي حصل فعلا، مفيش اي حاجه حصلت. فلو سمحتوا احنا بنتكلم تاني، بنتكلم كمحبين النادي الاهلي، بندافع عن النادي الاهلي في قناته، احنا في قناه النادي الاهلي، فلازم ندافع، وبندافع بمنتهى الادب والاحترام، بنفهم الناس ان الموضوع النادي الاهلي بعيد جدا عن الكلام ده كله. النادي الاهلي عمره ما كان طرف في اي مشكله، بالعكس هي المشكله اللي بتروح له، هو اللي بتصدر له مشاكل. النادي الاهلي عمره ما صدر مشكله، النادي الاهلي عمره ما راح يتعدى على لعيب. ناس كتير جدا اتكلمت على الاسماعيلي، وانا واحد من عشاق النادي الاسماعيلي، من عشاق لعبه، واللي يقول لك انا ما بعشقش ان لاعب النادي الاسماعيلي يبقى يعني في الكوره، ما يعني مع احترامي للجميع، كل حتى الاهلاويه بيحبوا اداء النادي الاسماعيلي، لكن يقول لك اصل اللعيب الاهلي خد لعيبه الاسماعيلي. الاهلي ما بياخدش، الاهلي بياخد اللعيبه بطرق قانونيه جدا، طرق شرعيه جدا، واللعيب بيبقى مرحب جدا ان هو يجي النادي الاهلي، ايا كان بقى بيجيبه من الاسماعيلي، بيجيبه من، لكن بيفاوضوا بالطرق القانونيه والشرعيه، لان النادي الاهلي اسمه كبير قوي، فمش هيروح يعمل اي حاجه غير المتاح وغير الشرعي وغير الصحيح. لو حد او لو النادي الاهلي عمل كده حد يقول لنا او حد يفكرنا، لكن انا مش هروح افاوض لعيب هو في نادي، مش هروح ادفع لعيب فلوس هو في نادي، مش هروح اخد نجم فريق هو في نادي. لكن اللعيب لو جالي بقى هو بقى وقال لي انا نفسي اجي العب في النادي الاهلي، اخده بالطرق الشرعيه، ما عنديش اي مشكله خالص. كل الاحترام لكل الانديه ايا كانت مين هم، كل احترام لكل المنافسين، لكن الاهلي بعيد يا جماعه ب 60 بطوله. وقبل كده حسبتها لكم ودايما هفكركم، انا قلت لكم هفكركم 60 بطوله فيها على الاقل 20 سنه لغايه لما الفرقه او اي فرقه عايزه تطلع النادي الاهلي عشان تبقى مساويه في البطولات، 20 سنه تاخد بطولات والنادي الاهلي ما ياخدش اي بطوله، 20 سنه المينيمم المعدل الادنى عشان النادي الاهلي يبقى فيه منافس حقيقي ليه. لكن احنا بنقول فيه منافسين وبنقول، لكن بندافع عن حقوقنا بالطرق الشرعيه. بفكركم تاني وتالت، والكلام ده مش للجماهير الاهلاويه، الكلام ده لاي حد بيفتكر ان كلامنا فيه تعالي او فيه حده، النادي الاهلي هو وهو وهو. بنتكلم بالمنطق، بنتكلم بالدليل، بنتكلم بالتواريخ والارقام والاحصائيات. وتاني الاهلي عمره ما هاجم، الاهلي دايما هو اللي بيجي هجوم عليه، عشان كده عملوا برنامج المهندس عادل الكويع والاستاذ ابراهيم النسي، عملوا برنامج ملك وكتابه لما لقوا كله اهلي على الاهلي على الاهلي. لا لك لا، طب ما احنا نقف، احنا نتكلم، احنا نوضح الحقائق، واحنا من هنا من استاد الاهلي اي حاجه في قناه الاهلي هو ده دورنا، بنتكلم بالادب والاحترام من غير ما نتطاول على حد خالص. فالموضوع منطقي جدا. وفي كمان لغه غريبه بقى دلوقتي بتطلع، يعني اي حد عايز يعمل لنفسه اي حاجه كده والناس تسمعه والناس مش عارف ايه، يروح متكلم على الاهلي، هو عارف ان الاهلي لو حطه في جمله مفيده الناس ازاي بيتكلم على الاهلي كده. اي حد بقى ايا كان بقى، انا مش عايز يعني اوضح كلام، كل واحد عارف اسمه وعارف حجمه وعارف هو فين وعارف هو مين، فيعني ما تحطوش الاهلي في جمل مفيده هو بعيد عنكم فيها. وانا بلوم على جماهير النادي الاهلي تحديدا، جماهير النادي الاهلي تحديدا بلوم عليها ان هم بيتطرقوا ان هم يسمعوا مثل هؤلاء الاشخاص اللي لا يمتوا بالاعلام باي صله خالص وباي شكل من الاشكال. فلو سمحتوا جمهور النادي الاهلي تحديدا وكل الجماهير المحترمه في العموم، اسمعوا للي بيتكلم بجد، للي بيتكلم في معلومه، للي بيتكلم في افاده،
للي بيتكلم في موضوع، اللي بيتكلم بموضوعيه، اللي بيتكلم بعقلانيه، مش اللي هو اللي عايز يعمل شو اعلامي وشكلهم بيبقى بايخ قوي. انا ما اعرفش بصراحه بيطلعوا للناس تاني ازاي، يعني انا بستغرب دايما. احنا متسرعين في ردود افعالنا، متسرعين في تصريحاتنا، ونطلع شكلنا وحش قوي قدام الراي العام، وبعد كده نطلع نتكلم الناس عادي خالص كأن مفيش حاجه. اهلا وسهلا بحضراتكم، احنا اصلا نسيت من امبارح انا قلت ايه. فالموضوع يا جماعه مش عايز اطول فيه. احنا قناه النادي الاهلي الحائط الصد الاول لاي حد هيمس النادي الاهلي، وعندنا كمان ناس بيتكلموا، المهندس عادل الاستاذ ابراهيم منيسي بيتكلموا، وحائط صد يعني منيع. فبنتكلم، اللي يشوف ان احنا بنتطاول يقول انتوا بتتطاولوا في كذا وكذا وكذا، لكن احنا بنلاقي كلام ونلاقي عكسه، بنلاقي هجوم ومش عايزيننا نرد. طب المفروض نعمل ايه لما نقول ان احنا نادي بطولات واحنا بنكذب؟ لما نقول احنا فرق بيننا وبين الانديه المنافسه 60 بطوله واحنا بنكذب؟ لما نقول له احنا في 20 سنه على الاقل عشان حد يجيب النادي الاهلي، ولو النادي الاهلي نام بقى في سكون تام ما خدش ولا بطوله، احنا بنكذب؟ لما بنرد احنا بنكذب؟ واحنا بنكذب قولوا انتوا بتكذبوا. لما حد يبقى يروح لنادي ويتبرع ويعمل يبقى جميل، ولما يجي لنا احنا يبقى وحش؟ احنا نشيله فوق دماغنا من فوق ايا كان. ان شاء الله حتى اللي بيجي يقول للنادي الاهلي صباح الخير من على السور نقول له اهلا بيكوا على دماغنا من فوق. فكلموا بموضوعيه وبمنطقيه، وما تعلقوش اخطائكم وهمومكم واللي عندكم على شماعه الاخرين بس. تعالوا نروح.